مستشفى ابو ظبي للصقور. طبعا احنا موجودين اوكي على ده. وطبعا نحب نوريكم هذا الجواز السفر، هذا دولة الامارات العربيه المتحده، جواز سقر فالكون باسبورت. يا السلام عليكم. بعدين ممكن واحد يشوف هنا، بس نوري الصفحه الثانيه بس. وهذه شوف حتى هون معلومات دائما عن السقر، وحتى شوف تاشيرات، محتاج تاشيرات معينه. فهذه بيانات السقر زي ما انتم شايفين. وهذا طبعا هذا جواز سفر من الامارات، هذا طبعا جواز سفر خاص للصقور مكتوب عليه. وهذا طبعا بالخلف هذه السلطات الاداريه وعمليه السايتس. طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هنا من مستشفى الصقور في ابو ظبي.